أوباميانغ. نقلة في الأمام، وشوف دوما باحث عن المساحات، محاولة الانطلاقة والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، والمعز محاولة وتسديدة، والهدف الأول. الهدف الأول يأتي لمنتخب الجابون عن طريق مالك يوفونا، عارف درب الشباك، حافظ درب الشباك، يعلن عن الفرحة الأولى والهدف الأول لمنتخب الجابون، وفرحة جماهيرية لأصحاب الدار بالهدف الأول. هدف أول هي انطلاقات أوباميانغ، هي المساحات التي يبحث دوما عنها اللاعب أوباميانغ، والكرة عرضية مباشرة لم يتهاون مالك يوفونا في داعها في الشباك. هدف أول إذا لأصحاب الأرض، هدف أول لأصحاب الأرض، وهو أسلوب واحد ومحفوظ. شوف أوباميانغ بحثا عن المساحات، والقادمون من الخلف بعد ذلك مالك يوفونا. المعز خروج كان بشكل خاطئ من جانب المعز محجوب، والكرة العرضية مرت وفلتت من المعز محجوب، وبعد ذلك هدف أول، هدف أول يسأل عنها المعز، يسأل عنه المعز. الكرة بأكثر من نقلة في ملعب منتخب السودان، تقدم للأمام، أوباميانغ يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، محاول عن طريق أوباميانغ، والكرة العرضية تلعب بحثاً عن ثنائية، والثاني الأهداف، ثاني الأهداف لمنتخب الجابون. يا دوب ما كملنا الكلام أنه 20 دقيقة ظلت الكرة في ملعب منتخب الجابون، تتناقل الكرة في ملعب منتخب الجابون، ما تمت الهجمة الأولى ولا جات الثانية في الدقيقة 25 من الشوط الثاني إلا واتت الجابون بالهدف الثاني، واحتفالية ثانية لمنتخب الجابون بثاني الأهداف، احتفالية بثاني الأهداف لمنتخب الجابون. هدف ثاني إذن لمنتخب الجابون. الكرة العرضية والقادمون من الخلف عن طريق اللاعب سامسون يدون ثاني الأهداف في مرمى صقور الجديان، ومرت الكرة من أمام المعز محجوب لهدف ثاني، لهدف ثاني. يعني كانت الكرة في متناول أو داخل منطقة الجزاء، مراوغة وانطلاقة والهجمة المرتدة الباحث عنها دوما دوما منتخب الجابون، الكرة ما فيها حاجة، والثلاثية، والثلاثية بخطأ لدفاع منتخب السودان. ثالث الأهداف، ثالث الأهداف في ظل اعتراض المعز محجوب، ولكن حتى الآن الأهداف تأتي من أخطاء، من أخطاء الخطأ كان من المعز، الثاني أيضا كرة مرت من المعز، وهنا الهدف الثالث خطأ دفاعي، دفاعي واضح، واضح تماما للاتفاق على التسلل، وبالتالي ثالث الأهداف لمنتخب الجابون. والأهم تدوين هذه الملاحظات التي تكررت في أكثر من مباراة، الأخطاء الفردية. إذن ثالث الأهداف لمنتخب الجابون الذي تعتبر هذه المباريات كلها مباريات تحضيرية، كلها مباريات تحضيرية لمنتخب الجابون. شوف لعبة زي اللعبة دي، يعني انبدائيات وبديهيات كرة القدم ألا تمر بهذه الطريقة، يعني اللاعب عارف نفسه وكأنه في انطلاقة سباق متر. من تم مرت الكرة من جانب خطاب فيصل، وانطلاقة للأمام، وخلاص أصبح الاعتماد على الهجمات المرتدة. أوباميانغ تسديدة، وهدف رابع، هدف رابع من طينة الجمال، من طينة الجمال من جانب أوباميانغ. لابد أن يسجل، والغريب أن لا يمر الوقت وأوباميانغ لم يسجل، ها هو يأتي أمامنا، وهدف، هدف بانتفاضة جماهيرية خاصة، لأنه من دونه هو أوباميانغ، معشوق الجماهير الأول، وعلى أنغام هذه الرباعية تأتي الاحتفالية من لاعبين أخطاء. وزي ما قلنا الأهم، شوف كالعادة لم يتم، لم يتم أبدا ضبط أمر التسلل، ولم يتم ضبط أمر الرقابة على انطلاقة أوباميانغ، ولاعب زي أوباميانغ يعني أصبح الوضع واضح،